حياكم الله بحلقه جديده من برنامج من حولك، نتقبل الله صيامكم وقيامكم وحسن اعمالكم، والبدايه دائما من العناوين. المحبس والمسحرشي وصينيه رمضان، طقوس وعادات يحافظ عليها المجتمع البغدادي. العراق بمرتبه متقدمه بانتاج التمور وتراجع باستهلاكه. يتميز شهر رمضان بالعراق بعادات متوارثة بعضها أصبح عرضة للاندثار بفعل التغيرات اللي نعيشها بشكل يومي والتطورات ودخول وسائل التواصل الاجتماعي وبعضها مستمر إلى يومنا هذا مثل المسحرشي، لعبة المحابس، تبادل الزيارات وراء الفطور تبادل صواني الأكل بين الجوارين ويا الفطور بس دير بالكم من نبو التيشيرت الأخضر لا يرجع لنا مرة ثانية وغيرها من العادات والتقاليد وعلى الرغم من التطور والتكنولوجيا الى انه اهالي بغداد طبعا البعض مو الكل وبعض المحافظات بعدهم متمسكين بهذا الموروث الشعبي ويعتبروه من الثوابت بشهر رمضان وخصوصا المسحرشي ولعبه المحابس اللي تصير بعد الفطور مباشره تحديدا بالمناطق الشعبيه. تقرير اعدته دنيا حسن نصر الله وتقدمه غفران حسن نتابعه وضعتها نعود. مرحبا قولوا لي المحبس بيا عيد. يمنى لا يسرى انا اقول لكم باليمنى لعبة المحابس تقليد رمضاني قديم بالعراق وصار علامة مميزة لشهر رمضان وهي لعبة شعبية تجمع بين المتعة والإثارة وتقوي أواصر النسيج الاجتماعي بين المجتمعات المختلفة بغض النظر عن اختلاف المذاهب والأديان زين شو كنت يعود تاريخ هاي اللعبة؟ يعود تاريخ هاي اللعبة للعصر العباسي وتطورت عبر السنوات وبقت حتى وقتنا الحالي زين شو تطلب هاي اللعبة؟ أكيد تطلب هاي اللعبة مهارة وذكاء وسرعة بالتفكير وبالتالي لازم تتوفر هاي الصفات الأساسية عند اللاعبين حتى يقدرون يفوزون على الخصم زين شو وقت تبدأ تقوص هاي اللعبة؟ تبدأ طقوس اللعبة بعد وقت الإفطار يتجمع الرجال والشباب بالمقاهي الشعبية وتتألف اللعبة من فريقين ينتظم اللاعبون بصفين متقابلين وعادة ما يتم تمثيل الفريقين أو تسميته حسب الحي أو المنطقة أو المحافظة وبعدها يبدو يتنافسون الفريقان على الفوز بحيث يتأهل الفائز للمرحلة الوراها قلونا لعبتوا لعبة المحابس دو وبعد ما شفنا هذا التقرير رحب بضيفنا بالاستوديو الاستاذ جاسم الاسود رئيس اللجنه المركزيه للعبه المحابس بالعراق رحب بك استاذ جاسم اهلا كابتن يا اهلا وسهلا الله نقول كابتن ما تحب استاذ تحب هي, هي صارت مثل كره القدم زين بس احنا صفه اللاعب صار كابتن اها كابتن الفريق يعني زين كابتن خلي ابدي انا وياك <applause> بيهايت هاي هاي لا افكها افكها لو <applause> تبي يدك محبس ما بيدك لا لا خليت بتحلها. لا خليت بس بيها لو ما بيها لا بيها بهاي؟ ايه بهاي لو لا؟ ايه بهايش لا بهاي المحبس؟ ايه لا ترجع كابتن قلت <applause> لك ما بيدك لا لا <applause> <applause> نرحب فيك آه كابتن حبيبي بالبدايه احكي لنا عن نسبه الاقبال على هاي اللعبه اليوم طبعًا البعض من يسمع محابس يقول عشره ب قاعدين يلعبون وبيناتهم بالمنطقة لا كابتن لا هذا زين بالعكس العراقيين مو احنا عندنا جروب العراق زين لعبه المحبس يعني مشاهدي حوالي 4 5000 يوميا نقل مباشر عندنا حلو عمو تقريبا 60 فريق مشاركين بالعراق 60 فريق شمال الجنوب منو عندك صلاح الدين مه. بلد عندك تجي من هناك الرمادي تجي من هناك البصره الناصريه العماره الكوت اضافه 32 فريق من بغداد الفاضل كاظميه العظميه الكراد يعني كل هذه وين تصير؟ احنا عندنا قاعة الشعب بصف قاعة.. صفقة ملعب الشعب الدولي مم. مم. هم يسع جماهير الاف في فيوميا احنا تقريبا صار لنا حوالي 10 أيام 8 أيام باقي البطوله مستمرين بالبطوله مستمرين تبدي من 9 بالليل دورات تنتهي 9 الصبح هذه مو بس المشاركين اكو جمهور يجون يحضرون طبعا بطاعت. جمهور جمهور كلش يعني من بعد كرة القدم من بعد كرة القدم بالضبط الجمهور محبين تعرف هاي لعبة تراث وتقضي على الطائفية يعني احنا زاولناها رغم ظروف صارت الصعبه واحنا بقينا نلعبها مم. الحمد لله والشكر هو هذا هذا السؤال اليوم شنو اهميه هذه اللعبات بالضبط الائتلاف والخوه والتقارب الاجتماعي بيناتنا من يجوا ابو صلاح الدين يجي يلعبوا ويا الكاظميه مم. او يجوا بالرمادي يلعبوا ويا الفضل مم. او ابو يلعبوا ويا الشعله تعرف هاي لها فد خاصة الخاصه يعني احنا عراقيين يعني مميزين بهاي اللعبه التراثيه. ومستمره تبقى هاي الاواصر وصلناها, وصلناها وصلناها للتراث العالمي. شلون وصلت للتراث مم. العالمي؟ هم الظاهر اذا يتابعوها اللعبه. زي. تعرف الاجانب اللعبه الغريبه يتابعوها. مم. فقالوا احنا من 2016 تابعناك اخذنا الفيديوهات فهسه انضمينا لل, لل... التراث العالمي بالضبط يعني احنا نحكي عن اليونسكو غيرها من هو اليونسكو بالضبط جونا وفود واخذوا تقارير وثبتنا احنا ومحتمل حنطلع وفد لفرنسا حلو شو وقت بالضبط, بالضبط. بالضبط. احنا هم مو... موعدين ان شاء زي. الله جزء الصبح رمضان تعرف اللعبه حتى العام مم. الوزير احمد المبرقع الله يحفظه وزير الشباب وزير الشباب والرياضة دز وفد طلعنا للخليج لعبت انا اخذت منتخب بغداد 100 لاعب لعبت البصره حلو وجو الوفود العربيه تفاجئوا بهذا الانجاز، قالوا هاي لو عندنا انتهى اللعبه، شافوا 100 لاعب وتاخذ المحبس، شوف الشيء غريب. هلو. كل واحد يحكي عن المحبس بالعراق يربط الكابتن جاسم الاسود بالمحبس بالعراق، فانت آه. كان ما صاير هويه اللعبه. مو هذا كابتن. التاريخ منين اجى؟ كابتن من انجازاتي مه. كل شفت نجوم كره القدم زين مثل احمد راضي حسين سعيد، هاي تجي من صبات من ايش؟ ياخذون انجازات يهدف ياخذون بطولات الانديه انا ما اخذ 35 سنه الاول على العراق محبس. طبعا مو مو بجهودي بجهود الفريق مالتي لان المحابس كره القدم مزيح. تعرف يتعاونون اه يعني مو بس اللي ينزل يطلع المحابس مو لازم يشيل محبس اكو مو هي نقط احنا عندنا كنا قبل 21 نسويناها احكي طب... عن تفاصيلها شلون اي مو هي اللي... يعني يجي بقى. الفريق 100 لاعب ب 100 مقابلك يتحدد محبس خاص من قبل اللجنه تعرف احنا صرنا بعد شغله رسميه <تعرف> لجنه مركزيه احنا بوزاره شباب والرياضه مقبلين على الاتحاد ان شاء الله. ممتاز. فبيها هوايه موازين مية <applause> 100% لعبوها بالضبط وإلى قوانينها <applause> يعني المحبس نلعب طول ركبة قلت لك مثل كره القدم خوش وايد امور هذا هذا اللي يجي وياك هذا هناك تساله تستشيره شنو دوره؟ المساعد يعني المساعد, المساعد, المساعد طبعا مو انت وياه تساعدون. زين يعني وتعرف المحبس من قاعدين ترى هي فراسه اكيد اكيد يعني مو ومن سهل يعني تنزل انت اللعبه اسم اللاعب. مه. يعني من نزل جاسم الاسود مو مثل اللاعب ما يخافوا منه. يعني جاسم الاسود اليوم حسين سعيد مال محيبس؟ بالضبط احمد راضي أنا احمد حدي. راضي عندي مقاله باحدى المجلات كاتبين احمد راضي المحبس جاسم الاسود. راح أه. احكي لك هاي بال90 او 88. اها اها 90 يعني من ايش وقت تلعبها قلت لي؟ انا العبها من 80 من 80 اول بدا الشرطي مه. كان قل العدد 600 ب 600 قبل. مه. بس الكون صارت بعد نظاميه زي. تحددت تحددت ضوابط صارت لها بالضبط آه قانون وضوابط قلنا بديت من الثمانينات اللعبه هي قديمه من قبل هذه هذه السنوات هي عمرها من العباسيين من العباسيين موجوده وهذا ذكرناه بالتقرير آه حاليا احنا نشوف الموبايل والتطور والالعاب وغيرها من الامور هذه اثرت على اللعبه قلت شعبيتها لو حاليا اكثر والله زادت شعبيتها اكثر آه. والله قام يمارسوها حتى اكو مناطق شاعت عندنا بالمحافظات مثل كركوك جانا فريقين هالسنه من كركوك إيه صلاح الدين طيب. تكريت زين. يعني كانوا ما يشاركون مم. بس حبات قربوا وشافوا الامور هم يعني هذا بغداد يعني كانوا يتوقعون عبر بس الحمد لله والشكر مم. من جوي كلش رحبوا مم. باللعبه مم. الحمد لله أه قلت لي رحنا لدول الخليج شاركنا مشاركات خارجيه لا لا خار... لا جونا دول الخليج للبصره جونا للبصره للبصره جو والوفود مالتهم يعني مم. تعرف أه سمحوا لهم ان يجون يزورونا شافوا اللعبه مم. كل يعني حبوا ان تنتقل اللعبه لهم مهم. وانا وعدتهم ان شاء الله يصير اتحاد حلو ايش قد انت اليوم ككابتن بهذه اللعبه مهمه عندك الربح والخساره فيها طبعا هي شوفوا الربح والخسارة تواجدنا زين هذا التواجد الاجتماعي هذا الربح هذا الصاير هذا بالضبط فاحنا هم نشكر القوات الامنيه حفظ النظام الموفرين الامن مهم. الحمد لله والشكر ولو هو الامن عن مستتر بس حلو تعرف حلو. احنا من هي الجماهير الاف مم. اكيد يعني اللعبه مم. وجمهورها نحشيها مثل ما نحشي في 2007 و8 وغيرها من السنوات امن المنشآت وامن حفظ النظام يعني الحمد لله والشكر يوميا فد عنصر 200 الى 300 واحد يجينا مم. تعرف ملعب كلش واسع ملعب الشعب يعني مو هذا فجمهور توافد لنا احنا جدا ممنون منهم يعني وجودهم يعطي فد فد حيويه للعب اكثر حلو حلو وامان اكثر زين قلت لي حاليا بطولتكم بقاعه الشعب بالضبط. اللعبه غابت اليوم عن المناطق والاحياء البغداديه لا بعد ما او بعض المحافظات مو احنا قلت لك عندنا عندنا احنا فروع ش... يعني متفرعه للمحافظات انا مو رئيس لجنه مركزيه عندي فرع رئيس... مثلا صلاح آه. الدين زين فرع بكربلاء هسه بطولات يعني عندهم داخليه داخل المحافظه بالضبط باشرافنا باشرافنا مه. يعني مه. يعني زي. باشرافنا احنا حتى دز وفد يعني يقود اللي... هم عندهم بطولات ما هذا من يخسر فرق. هنا هو ما يترك اللعبه، أها. هنا عدة تسقيط فردي زين هناك هم عندهم منظمين من هم بطولات والفائز هو واحد فريق واحد بالضبط فريق منطقه يصير بالضبط زين واحنا ترى عندنا جروب يعني حتى يصير عندك علم شنو هذا؟ جروب الاعلام العراق المحبس يعني يبدي بقياده الكابتن عمار الربيعي وحسين الكاظمي مم. يغطون اللعبه تبدي من 9 حتى لو 13 ساعه على الفيسبوك يعني غير متابعين الاف لها مم. اصعب لعبه تتذكرها واجهتك لا بالك فد نزله قويه والله الوش انا والوشاش سنت 94 زين 20 نقطه طاروا عليها 20 نقطه يظلوا يتنقلون بالمحس امك وبيغوش ها بس راغوا معي اخذته وغلبتهم اها انتهت حوالي بالستين 60 الظهر اللعبه بالضبط ايه مشان العدد اكثر زين يعني هذا فد موقف بالمحبة. بس انا عندي واي مواقف بس مثلا مثلا دولة دزوا دزو عليها جريده احد الجرائد جريده القادسيه اتذكر اي هم بالتسعينات زين فبيته 11 واحد تقريبا مم. قلت لهم ما بدكم محبس طلع ما بدهم 11 ترى انا هم قلت لك ما بدك تروح بس لا بعدين قلت لي لا والله قلت لك افتحها فمن قلت زي. لهم قالوا التس... قلت لهم لا ماكو سحر هاي فراسه وموهبه ونص اللعبه اسم اللاعب انا قلت لك اسم اللاعب آه من انزل عليهم يعرفون منو جايهم طبعا مم. لان شنو انجازاتي وهذا السبب الذي يعني تربعت على عرش البطولات ممتاز الكابتن وين رايحين بهاي اللعبه؟ والله يعني اكو عربي اكو لعبات انتم وين رايحين؟ لا لا رايحين والدليل قلت لك زين. يعني اكو تحرك عندنا عالمي هم مو بس عربي انه نسكت تعرف يعني اكيد يعني ولا. الله واحنا دلوقتي. الخليج ان شاء الله 100% نحولها مم. لان كانوا يعني راديها اكو استقطاب لها ان شاء الله جيد محتاجين أنتوا الدعم الحكومي موجود اليوم هذه أيوه الع... الع... العاب الشعبيه والترفيه يعني وزير الشباب والرياضه مشكور واللجنه الاولمبيه دكتور عقيل مه. يعني هم متابعين لانهم احنا منضمين لهم يعني احنا سدنا السما وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه اكو دعم مادي ومعنوي ماضي والدليل مه. يعني يوفروا الملاعب يوفروا الحمايات مه. يعني هم دور اكيد فالحمد لله والشكر اللعبه غير اخذت لها فل... انطباع عالمها مفخر للعراق اكيد من نقلها للعالم تراث عراقي هذا يعتبر بالضبط مه. الحمد لله شنو تحتاج بعد اكثر هذه اللعبه؟ والله احت... تحتاج دعم حكومي مه. من يجي مو مادي العفو تعرف من يجي اهتمام فالشخصيات من يجون مه. مرموقه معروفه بالبلد هذا يحسس بي... المواطن يحس بانه مهتمين لهذه اللعبه مه. مه. يعني من الباب يعني. تفهم شنو قصدي من يجون يعني من يجي وزير او يجي برلماني مه. يدخل للعبة أولاً هو هم إلى شعبية زي. وهم يطفد روحية بأنه المواطن العراقي اللي يحبها مم. تعرف بالمنطقة شعبية هو أكيد. يحس بأنه أكو اهتمام يعني. يوصل للمسؤولي بالضبط هو المسؤول بالضبط الفريقك أنت تختارهم يجون تكملة بس تريد توصل لا لا لا, لا وشلون قلت لك مثل كرة القدم زي. تعرف الشخص اللي يشيل المحبس العدة مطاولة العدة سهر مم. تعرف لعبتنا سهر يعني مم. متعبه مو مو واحد فانا الكاظميه تعرف قضاء ف وعندي يعني حتى راح خلف ابنه. حلو <applause> ها مستمره <يا>. بالضبط وعندي <applause> يعني ابنه ايه؟, ايه لان انا طالما موجود الحمد لله والشكر الحمد لله هم كل رئيس فريق مسؤوليته يجيب الوعيبه خوش بس مو يجيب عشوائيه لا بالعكس لازم يجيب قلت لك بها مواصفات بها لازم يشيل المحبس قلت لك المحبس يوصفونك انها جبل. اها بس انت مش شايل محبسه قدامي أيه؟ وانزل عادي كان تختلف <applause> زين أيه. لازم ف... فيختار اللاعب اللي, اللي عنده مطاوله بالسهر خوش يتحمل يعني م. م... يعني والحمد لله والشكر احنا باقيين صيام مهو. ونذكر محمد وانا محمد يعني, يعني في كل لعباتنا رغم مهو. هاي حتى يصير معلومات لان اكو بعض الناس يشكون بانه بي... بي... حرام انا رحت السستاني اها يعني استفتيت, استفتيت شرعيا عن الموضوع بالضبط قال كل اشكال ما بيها بس لا تعبوها مقامره احنا ما عندنا قمار بالعكس بس يجون الفراق نقدم الحلو... الحلويات. أو أكو يعني يعني لهم الحلويات طبيعي واكو يعني سيس البصره يعني انا فد مرتين ثلاثه مقدم لهم فطور سحور اه. للفريق من الكل قادم كرامه ضيافه هاي كابتن يجي لبغداد يعني انا امثل بغداد مو بس الكاظميه فاحنا بالعكس يعني لعبه لها مه. لها مقوماتها مه. وذكر محمد وال محمد باللعب على حلو طول وثلاث اربع صيام فالشرعيه ما بيهم مشكله اللعبة وانت مستفتي على الرمضان انا اولا حجي ثلاث مرات راح المكه العوده ان شاء الله <applause> الله يحفظك وخادم الحسين زين تعرف لو بيشكال انا اتركها الحمد لله وشكر أكيد. انا متمكن مو يقول فقير وهي ما بها مكسب هي صدق شنو الجوال حتى من الطيانة هي شنو الجواز؟ نصرفها تعرف عندي لجنه حكام اعلاميين كؤوس هدايا إضافة هاي كلها تحتاج احنا اهم من يعطونا مبلغ زين نعطي خمسه الاول وثلاثه للثاني وبها دروع تعرف مصرف زين مرد. هو هو نهايه رمضان يكون اكو بطل واحد باعتبار تسقيط فردي اول وثاني اول وثاني اي قبل قبل عيد فد بيوم ثلاثه من هي البطوله ها دول يتكرمون الاول والثاني بالضبط الاول شنو جائزته والثاني شنو قلت لي؟ خمسه بثلاثه خمس ملايين بثلاثة. ملايين اذا صار دعم مادي زين ها حسب الدعم المالي بالضبط يعني مثل العام احنا ما انطونا وقعنا السيد الوزير مه. بس تاخر التوقيع من رحله الماليه قالوا انتهى رمضان مه. عمي ها صرفنا قالوا هاي ما عندنا رقابه ماليه احنا زين فاحنا من يجيك دعم مادي تقدر تطور بالجوائز احنا افضل لاعب فريق المثالي اه حلو لا لا قلت لك هي لا قانونه ونظامه زين زين لعبه زين. الحمد لله وشكر متطوره يعني ما اقول لك ابو جود هم يعترفون <يصحيح> لا لك دور هذا واضح, هذا <تكلم> <تكلم> واضح يقول انت اذا ما موجود بتصير بطولات يع <تكلم> يعني الحمد لله والشكر هم <تكلم> يعتبرون الاب الروحي لهم ممتاز شنو شنو القوانين بالله؟ <تكلم> قوانينها مثلا المحبس من بيد المحبس مرتين ثانيه ما يشيل المحبس اللاعب ويكون عمره 18 سنه ما فوق ما تعرف الصغير ما يحسب مسؤوليته من عمره 18 سنه فوق, فوق. آه يجي اللاعب لازم بزي عربي بالدجداشة مو نشاز من واحد كل واحد لابس شكل بس من زي واحد هو الصورة حلوة بالضبط هو هو شعارنا العربي هو الدجاشة زين فوايد قوانين قلت لك النقاط تحدد مم. حكم عندي ومساعد حكم مصورين جيد. قلت لك نظام ده تقريبا كرة قدم تنتهي بوقت نقاط نختلف بس كرة القدم كرة القدم وقت احنا لا مم. نقاط انت ايش قد اللي يوصل للنقاط يا ايش قد 13 نقطة 13 قبل 21 اها هاي باتون بس, بس قاعد <applause> سويتها 13 ساعة زين فيلعبون طركت بل ما بيديت تصير له نقطه هنا. يعني رصيد خوش والمحبس ذاك ينتقل اللي يوصل ل 13 اول هو هو الفايز هو الفايز ما عندنا وقت تنتهي بالاربعه الصبح آه. يعني أنتي انتهت بالسته الصبح 6 الصبح يعني السحور الفريقين زين وحمايه المنشات الموجودين ايه. وحفظ النظام صار فطورهم سحورهم بالملاعب داخل القاعه اي اه ودات بالست ايام بالوحده <applause> وكملتوا كملنا حلو. الحمد لله حلو. حلو. بس اجواء حلوه كلش حلوه ومتابعينا حتى خارج العراق خبرنا من السويد مم. من المانيا كل العراقيين خارج العراق مم. متابعين لهذا الجهود هذا الجروب مالنا جهود هذا الجروب حسين الكاظمي وعمار مم. مجيد ربعي تعرف استرفضائيه اكثر شيء طلع المحبس خلي نص ساعه صح هم عندهم قابليه 13 مم. ساعه مم. ومستمر نقل نقل ان شاء الله اخذ انت وتابعنا بالليل ان شاء الله نشرف نتشرف نتشرف اكيد تشرف تاج راس نتمنى لكم التوفيق كابتن الله وهذا هذا الله. التراث يبقى موجود بوجود الله وجودكم احنا وجودكم اكيد احنا الاعلام الى دوره بكل لعبات العراق يعني الاعلام ينطي ينطي انطباع بانه هاي لعبه موجودة الها جمهور الها بالضبط اكو من ينظمها آه. أنا اشكرك الكابتن جاسم الاسود رئيس اللجنه المركزيه للعبه المحبس بالعراق الله يحفظك شكرا جداً لك ممتاز وبعد ما تابعنا هذا الحوار الممتع والسوالف الحلوه آه. وهي ويا كابتن جاسم وعن لعبه المحبس وتفاصيلها طلعت بها قوانين وانظمه وشلون تنزل تاخذ المحبس وشنو اهميه المحبس بالنسبه للاعب وبالنسبه للنازل سولفنا بكل هذه التفاصيل نروح الى فاصل وبعدها اللعبة. بشهر رمضان الفضيل يبلغ استهلاك التمور وتصديرها ذروته بالعالمين العربي والاسلامي، وعلى الرغم من احتلال العراق مرتبه متقدمه بانتاج التمور الا ان استهلاكه بالداخل العراقي ما يتجاوز ال 40%، والباقي يتم تصديره. اكثر من 137 دوله عالميه بتقول اخر الاحصاءات المستهلكه للتمور، اجى العراق بالمرتبه 13 عالميا، اما موضوع التصدير مثل ما ذكرنا بعدنا احنا تقريبا ضمن افضل خمس مصدرين للتمور حول العالم التمور العراقيه مثل ما نعرف مرغوبه سواء بالعالم العربي او حتى بباقي دول العالم ترغب انواع محدده ومتميزه من التمور العراقي عن تفاصيل هذا الموضوع وعن التمور العراقيه نستضيف الاستوديو الاستاذ ميثم سعد محي صاحب مشروع برحيه للتمور رحب بك استاذ ميثم يا اهلا وسهلا بالبدايه خلينا نعرف وضع النخله او النخله العراقيه والتمور شنو وضعها حاليا؟ والله بالفتره الاخيره بعد قطع استيراد التمور بال 2019 القرار اللي صدر رجعت مره اخرى زراعه النخيل اصبحت كثيفه اكثر وصار عليها تركيز وبنفس الوقت حتى انتاج التمور مم. سواء كانت تمر المصنعه او التمور الاعتياديه طيب. ايضا زادت بالفتره الاخيره وهذا مم. عامل يشجع طبعا المصنعين او المصدرين. يعني كوضع تمور عندنا الحمد لله الامر جيد، نوعا ما نوعا ما مغطي الاكتفاء الذاتي خلينا نقول بس ممكن السنه القادمه واللي بعدها يتحسن اكثر مم. اكيد طبعا. أه كاصحاب مشاريع شنو مشاريعكم حاليا؟ يعني مثلا مشروع برحيه للتمور نعم. يعني انت صاحب المشروع. نعم. مشروعكم وين رايح؟ باتجاه شنو؟ احنا من البدايه كان استخدامنا يقتصر فقط على التمور العراقيه المحليه وكانت بدايه المشروع بال 2019 واجهنا صعوبات باعتبار انه كان الانتاج ما يغطي خلينا نقول الاستخدام المحلي. مم. بالسنوات الاخيره السنه هذه والسنه اللي قبلها الحمد لله افضل جيب. كزياده بالاصناف وبنفس الوقت بكميات التمور مم. اللي احنا نستخدمها. احنا ناخذ التمور العراقيه حصرا من اصناف مختلفه من محافظات مختلفه من العراق، مم. بالدرجه الاولى تحديدا من البصره باعتبار هو المشروع بدا بالبصره. <applause> وهو مشروع بصري 100% من البدايه كان لغايه اليوم وبدينا الان ان شاء الله صار مشروع عراقي اكيد طبعا قريباً عالميا ان شاء الله مم. بس آه بدينا نستخدم ايضا تمور من محافظات اخرى مم. فالحمد لله بدات الاعداد تزيد الكميات اللي احنا ممكن نحصلها نزيد نفس المزارعين او اصحاب البساتين اللي كنا نتعامل وياهم سابقا عندهم طاقات انتاجيه زادت عن السنوات شو اللي يميز التمر العراقي؟ كثير من المميزات واحد. احنا طبعا التمور العراقية تقريبا البلد الوحيد اللي عندنا ما يقارب 623 صنف من التمور مؤخرا وصلت إلى 300 بسبب الظروف اللي مر بها البلد السنوات اللي فاتت وعدم الاهتمام بالزراعه والى اخره، لكن احنا تمورنا العراقيه تتميز بهما بهوايه مواصفات من ضمنها انه النكهه والطعم المختلف بين صنف وصنف اخر، تماما يصير اكو اختلاف بالنسبه للفوائد الغذائيه، كميه الالياف الموجوده والسكريات اللي موجوده بها تختلف من صنف الى اخر، وعندنا اصناف اكيد موجوده داخل العراق ما موجوده في اي بلد اخر بالعالم. لانه يعني هذه معتمده على نوع التربه اللي تنزرع بها وكذلك البيئة. البيئه والمياه اللي مم. اللي اخذنا احصائيه تقول انه احنا استهلاكنا للتمور بالمرتبه 13 عالميا ما يعني انه احنا نستهلك نعم. 40% ونصدر الباقي نعم شنو سبب قله الاستهلاك من المواطن العراقي للتمور؟ قله الاستهلاك لانه واحده من الاشياء انه احنا ما مدخلين بصناعات وهذا واحده من اهداف مم. المشروع مالتنا انه احنا دخلنا التمور باكثر من صناعه يعني صناعة المعجنات مثلا أو, او الحلويات بشكل عام دخلنا بها صناعة التمور فتعرف الناس ترغب للتمور لما تكون ايضا مصنعه بطرق اخرى مو فقط تمر خام تقدم بشكل تقدم بشكل اخر هاي واحده من الاشياء الشغله الثانيه الاساسيه اللي هي طريقه التعبئه والتغليف للتمور ايضا تلعب دور فالناس يعني مثل ما نقول ملت من استخدام التمور بالطريقه الاعتياديه بداخل السله او الصحن العادي عبرناها هذه هذه احنا بمشروعنا تحديدا طبعا لانه احنا مشروعنا اهتمام الاساسي بالاضافه للجوده هو بالتعليب والتغليف اللي اللي موجود مية موجود 100% فبدا الاستهلاك حاليا يزيد باعتبار انه بدات تدخل التمور باكثر من صناعه بدات الناس تعرف فوائد التمور بنفس الوقت بدات الناس تعرف فوائد التمور كماده غذائيه عن الحلويات مه. والحلويات المصنعه والسكريات المصنعه فبداوا يتجهون لاتجاهات انه تخفيف الوزن او الاكل الصحي اكثر او هذا وهذا كله طبعًا هو التمور بالدرجة الأولى هي اللي تلعب دور أساسي الجهات الحكومية. نعم. يوم مهتمة بهذه المواضيع موضوع التسويق. نقول بالفترة التقديم. الأخيرة نعم. بالسنة بالسنتين الأخيرة صار اهتمام جي. كبير بهذا الاتجاه من ناحية دعم المشاريع اللي تشتغل بهذا المجال. <applause> سواء كانت تزرع او تنتج تمور وبنفس الوقت دعم للمصدرين اللي يصدرون او الصناعيين اللي يصنعون التمور داخل البلد سواء كانت جهات خاصه بوزاره الزراعه أو وزاره الصناعه او اللي لها علاقه بالتجاره بالتصدير والاستيراد احنا <applause> حاليا واصلين <محليا>؟ الاكتفاء ناحيه التمور محليا محليا لا بعد بعد ما وصلنا بعد للاكتفاء طبعا زين نعم. الانواع اللي اذا تجي من الخارج نستوردها نعم, نعم. هذه افضل من التمور العراقيه وشلون ده تاثر على السوق العراقي طبعا كان لها تاثير كبير قبل 2019 لانه كان الاستيراد مفتوح للتمور تحديدا بعد ما منع بال2019 قلت التمور المستورده داخل العراق التمور المستورده كانت من خارج العراق اولا مو كلها تمتاز بالجوده جزء كبير منها سيء جدا وفي بعض الدول ايضا ما يستخدموه يعني, يعني هو مجرد زائد زائد يصدر للعراق <applause> بعد ال2019 بدا يقل هذا الموضوع كانت تتاثر على الاسعار كانت تتاثر على الجوده كانت تتاثر حتى على العوامل اللي تحث المزارع اللي يزرع النخل او صاحب البستان اللي يزرع النخل لما يعني يجي يحسبها وكدراسه جدوى يشوف بالنهايه انه التمر المستورد راح يطلع ارخص من التمر العراقي اللي هو ممكن يشتغل به. بس بالسنوات الاخيره بعد ما توقف الاستيراد لا رجعت التمور العراقيه بدات تتنشط مره اخرى خصوصا بوجود مشاريع ضخمه مثل مزارع ضخمة, <applause> ضخمه في مزرعه <applause> فدك وغيرها من المزارع الموجوده <applause> بالعراق. <applause> ذكرت بعض الامور اللي تميز التمر العراقي وفوائده نعم, نعم. نتابع تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع والنصائح الصحية الخاصة بالتمر بشهر رمضان المبارك نتابعها بفقرة التغذية السليمة الجادري طبعا. شنو يصير للجسم بعد ما ناكل تمر بشكل يومي يوفر التمر هواية فوائد صحية وضرورية وبشهر رمضان أهم شيء أول ما نفطر نبدي بتمراية يمد التمر الجسم بالطاقة بشكل سكريات الفركتوز والكلوكوس وهو ما يحتاج الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة ومن ناكل التمر بشكل يومي راح نحصل هواية فوائد أهمها تحسن صحة العظام والجهاز الهضمي ويساعد على محاربة التوتر والاكتئاب ويحتوي على فيتامين بي 6 اللي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين أي هرمون السعادة ينطي طاقة ويمنع أمراض القلب بالإضافة أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون يخفف من أعراض الحساسية الموسمية ويساعد على فقدان الوزن فعلى الرغم من أنه غني بالألياف إلا أنه هاي الألياف تخلينا نحس بالشبع لفترة طويلة وبعد ما تابعنا هذه الفقره نرجع بالاستوديو للاستاذ ميثم ذكرت لي مشروع فدك وغيرها من المشاريع المهمه نعم. بما يخص التمور زراعة التمر. نعم. بزراعه التمور بالعراق نعم. ايش قد مهمه اليوم هذه المشاريع بهذه الزراعات احنا يعني انا من وجهه نظري اعتبرها مشاريع حيويه حقيقه لانه تعرف مشروع ضخم مثل هذا المشروع يعني خلينا نقول اللي تحتوي على 50 الف نخله فما فوق م. هذه تشغل يعني مئات العوائل بالاستفادة من الزراعة وما بعد مرحلة الزراعة ومرحلة م. الجني وبنفس الوقت تشغل المعامل أيضا الأخرى اللي معتمدة على التمور كمادة أساسية أولية. مثل معامل الدبس م. أو مثل معامل اللي تشتغل بالصاص م. المواد الأولية الأخرى أو مثل معملنا اللي يستخدمها بالحلويات آه فبالتالي لها تأثير كبير احنا نعتبرها مشاريع حيوية جدا ناهيك عن أنه تأثيرها على البيئة تحسين البيئه تحسين المناخ خصوصا بالمناطق البعيده بالواحات اللي موجوده بالصحراء جي. المزارع او الفلاح العراقي مثل ما نعرف الزراعه وانظمه الزراعه والري وغيرها بتطور مستمر بدا يواكب هذا الموضوع حتى يوظفها بخدمه زراعته خدمه موضوع التمور وغيرها من الامور اللي تزرع بالضبط هو الـ الـ بالنهايه مثل ما نعرف او تعرف استاذ ميثم بالفترات السابقه والسنوات صار عندنا قله بالانتاج صح. هذا واحد من الاسباب طبعا اكيد م هو بالنهايه هذا الشيء حقيقه القطاع الخاص وحده ما يقدر يسوي لازم يكون اكو دعم من القطاع حتيوة. الحكومي فالقطاع الحكومي بدا يتوجه هاي التوجهات بالسنوات الاخيره انه دعم لاصحاب المشاريع كمزارعين واصحاب بساتين من ناحيه مثلا اذا كان يحتاج مساعده بمبيدات حشريه معينه خاصه بالنخيل إذا كان يحتاج معقمات أو مواد أولية معينة لتعقيم أو تبخير التمور حتى تطلع بطريقة صحيحة. مكافحة الآفات الأساسية اللي تأثر على زراعة التمور والنخيل. فهذا صار بتوجه كبير من الجانب الحكومي. فبدا القطاع الخاص اكيد يشجع من يشوف اكو توجه كبير من القطاع الحكومي يبدي يشجع انه هو تزيد الكميات اللي عنده من ناحيه الانتاج والزراعه. هو شنو اهم ما تحتاج زراعه النخيل مثل ما ذكرت المبيدات كثير من الاشياء طبعا اكيد والسماد المساحات المساحات الواسعه التربه الجيده العنايه الجيده بالنخله لان احنا عندنا اصناف التمور العراقيه نوعا ما عانت من قلة اهتمام بالفترات الأخيرة فبالتالي زادت بها الآفات والحشرات وإلى آخره وبالتالي هذا تأثر على نوعية التمرة نفسها من ناحية الحجم من ناحية الجودة من ناحية الطعم فهذه كلها كان قلة اهتمام بها تحتاج مساحات شاسعة تحتاج اهتمام مبيدات حشرية تحتاج تلقيح بطريقة صحيحة صل... تنوع, تنوع الأصناف والمساحات عندنا نعم. ممكن يشكل صناعة التمور أو تصدير التمور في مصدر دخل ثابت للبلد طبعا مية بالمية. الاهتمام. مية بالمية, مثل الدول الأخرى مثل الجزائر مثل السودان مثل المغرب تونس غيرها من الدول اللي قامت تعتمد حاليا على تصدير التمور كدخل أساسي أه. أكيد طبعا باعتبار أنه كل الدول حاليا دول العالم بشكل عام سواء كانت دول أوروبا أو الأمريكا أو غيرها من الدول الأخرى صارت تعتمد على التمور كمصدر أساسي غذائي لأنه بها فوائد وبها وإحنا مهيئين هذا الشيء طبعا اكيد مم. كصناعه وكزراعه شنو اكثر الانواع اللي مطلوبه بالخارج اليوم خارج العراق الصنف الاساسي اللي ينطلب من العراق هو صنف الزهدي, الزهدي لعده اسباب يعني لانه هم بنسبه نسبه كحول عاليه جدا فيستخدموه بالمعدات الطبيه او تركيبه المواد الطبيه مم. المواد التجميل اللي تحتوي على الكحول الطبي فبالتالي هذا اكثر صنف هم اللي يحتاجوه خارج العراق، احنا سابقا كان الزهدي اساسا استخدامه قليل بالعراق لانه معظمه كان يستخدموه كعلف كماده اوليه، هسه مؤخرا بدا يدخل الزهدي بصناعات غذائيه معينه وهو باعتباره ايضا يحتوي على نوع من انواع خلينا نقول البكتيريا او المواد اللي تقاوم الالتهابات اللي موجوده ايضا بالمعده والامعاء، فبالتالي هو يعتبر افضل صنف مرغوب خارج العراق، لكن داخل العراق كثير اكو اصناف اخرى افضل من الزهدي. نسمع هواي مشاريع بالسنوات الاخيره الاهتمام بالتمور وغيرها اليوم اذا نقارن ما بين الاهتمام الحكومي وما بين المشاريع الخاصه نعم للاهتمام بالتمور نعم الاكثر جديه بالموضوع والاكثر واقعيه بالتعامل مع هذه المشاريع؟ المشاريع الخاصه اكيد طبعا، المشاريع الخاصه لانه احنا يعني بسبب الانقطاع الطويل اللي صار بزراعه وصناعه التمور داخل العراق خلت المشاريع الخاصه تتوجه نفس التوجه اللي تتوجه الشركات الخاصه اللي موجوده في دول الخليج طيب. اللي تعتني بالتمور من ناحيه التعبئه والتغليف. مم. اعتقد انه القطاع الحكومي راح يبدي السنوات الجايه خلينا نقول هسه بلشوا بمرحله الاساس اللي هي خلينا نقول تشجيع الزراعه، تشجيع الصناعه، تشجيع التصدير مم. للتمور، اعتقد السنوات الجايه ايضا القطاع الحكومي راح يدخل بموضوع الاهتمام بجوده التمور من ناحيه التعبئه والتغليف. بس القطاع الخاص هو اللي يلعب دور كبير طبعا موضوع ثاني ممكن ياثر على موضوع التمور ما اذا تشاركني رايي او لا موضوع تحويل المناطق الزراعيه او المناطق اللي بيها نشوف كانت عباره عن بساتين من النخل نعم. الى نعم. صحراء وتقطيعها وتوزيعها وبيعها في الطريقه معينه هذا, هذا شون دي على انتاج هذا عامل اساسي هو اثر هي قله البساتين مثلا على سبيل المثال كانت منطقه ابو الخصيب في جنوب البصره هي كانت عباره عن منطقه خضراء حتى من تتصور من 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 مرتفع عالي تبين انه هي منطقه خضراء من كميه النخيل اللي موجود بها، هذه 70% انتهت راحت لانه تم تجري البساتين بسبب عمليات البناء وغيره وغيره والتعمير وهذه سببت مشاكل، بس الناس بدات تتوجه للاماكن البعيده خارج المدينه حتى تقدر تسوي زراعه نخيل من جديد. فطبعا لها دور كبير هذا اكيد الحركه العمرانيه هي اللي اثرت تاثير اساسي على النخيل. بالمقابل هي شنو فائدتها اليوم من تكون موجوده غير انه المنظر اللي نشوفه منظر حلو شنو فائدتها اليوم انه تبقى هذه الاراضي موجوده خصوصا بالتخطيط العمراني للمدن طبعا اكيد كثير تلعب دور اول من ناحيه المناخ من ناحيه البيئه من ناحيه الاستفاده من المواد الاوليه اللي تطلع من النخله لانه سبحان الله هي النخله يمكن ما بيها شيء من استفاد من عنده يعني فبالتالي لها تاثير كبير على اذا كانت داخل المدن او خارج مم. المدن حتى بالبيوت اليوم اللي عندها نخلة قصها مباشره طبعا اكيد اي للاسف هو هذا المفروض انه يعني يصير اهتمام بهذا الصنف جي. من ال من هذا الزراعة. هذا اللي نتمناه ونتمنى التوفيق ان شاء الله لمشروعكم شكرا, شكراً جزيلا سعد محي شكراً. صاحب مشروع برحيه شكراً, شكرا جزيلا اسم حلو وأشكرك اختيار اشكرك موفقين ان شاء الله وبعد ما تابعنا كل هذه التفاصيل نتمنى الاهتمام اكثر سواء من الجهات الحكوميه او حتى الشركات الخاصه المعنيه والمؤسسات الخاصه بتطوير بتطوير الزراعه وغيرها من التفاصيل هذه ونتمنى يكون الوعي موجود اكثر عند الفلاح والمزارع العراقي باستخدام وسائل الري المعينه او وسائل التلقيح والاهتمام سواء بالنخيل او غيرها من المزروعات في الاراضي العراقيه. اتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع فاصل وبعد على الرغم من أنه هي غير حقيقية والعالم تعرف أنه هي شخصية وهمية ومصنوعة بالذكاء الاصطناعي حققت هذه الشخصية وبفترة قليلة أكثر من 115 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي شنو هذه الشخصية؟ شنو تفاصيلها؟ نتابع هذا الموضوع ويا فاطمة طالب اقتحم حساب مؤثرة وصانعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب الحساب بعد أسابيع قليلة من إنشاء شد انتباه أكثر من 116 ألف متابع على منصات التواصل الاجتماعي وهذا الحساب يرجع لبنية اسمها كنزة ليلي عمرها 33 سنة تتمتع باللباقة المطلوبة والجمال كل هذا الشيء لحد الآن عادي بس المعادي حساب كنزة مطور بالذكاء الاصطناعي فهي شخصية مو حقيقية، ويصعب تمييزها عن الإنسان العادي بملامحها الطبيعية وقدرتها على الحركة والحكي باللهجة المغربية. كنزة ليلي هي أول روح افتراضية مغربية مطورة بالذكاء الاصطناعي، بس مو أول وحدة بالعالم، اكو غيرها متخطي ملايين المتابعين. تشارك كنزة متابعيها على تفاصيل حياتها اليومية، وتروج لماركات ومنتجات الموضة والجمال، ومو بس هيك وجهت المؤثرة الاصطناعية تهنئة خاصة لمتابعيها بمناسبة تخطيها 100 ألف متابع وطورتها وكالة تسويق رقمية وهي المسؤولة عن إدارة حسابها كنزة كل شي تقدر تسوي حتى تقدر تجي وتقدم الفقرة بدالي فمن الأشياء السلبية للذكاء الاصطناعي أنه بعد ما نفرق حتى بين الشيء الحقيقي والمو حقيقي ختاما تقبل الله معكم نشوفكم بحلقة جديدة الاسبوع الجاي في أمان الله